تجلس نبيلة الباكستانية البالغة من العمر 9 سنوات متوسطة، والدها رفيق الرحمن وشقيقها زبير البالغ من العمر 13 عاما. فقد أصبح وجه الفتاة مألوفا هنا هذه الأيام بعد أن تصدرت صورها تقارير بعض المنظمات والصحافة الأمريكية، وذلك بعد تعرضها لهجوم بطائرة أمريكية دون طيار في قريتها بمنطقة وزيرستان، فقدت على أثره جدتها التي كانت ترافقها في رحلة حصاد. كان ذلك قبل عيد الأضحى بيوم، وكنت متشوقة لمساعدة جدتي في جمع الغذاء. طلبت جدتي أن أذهب معها إلى المزرعة لحصاد البامية، وبينما كانت تعلمني طريقة حصاد البامية رأيت طائرة دون طيار تحلق في السماء، ثم سمعت أصوات قاذفات ورأيت حزمتين من الأضواء تضربان مكان جدتي. تحول كل شيء إلى ظلام ولم أرى جدتي ثانية. كنت أشم رائحة دخان وأسمع جدتي تصرخ. شعرت أن يدي جرحت ورأيت دماء تسيل، فحاولت مسحها ولكن النزيف لم يتوقف. عندها قررت الجري بعيدا حتى لا أتعرض لأذى، ولم أعرف شيئا بعد ذلك سوى وجودي في المستشفى إلى جوار شقيقي. تلخص القصة معضلة المخاطر الأمنية التي باتت تواجه المدنيين في باكستان جراء عمليات الطائرات دون طيار، والتي تحولت إلى قضية خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الباكستانية تحيطها مآسي إنسانية كتلك التي تعرضت لها الطفلة نبيلة وشقيقها زبير. تغيرت حياتي بسبب عمليات الطائرة بدون طيار، فلا أستطيع العيش دون الخوف من التعرض لهجوم بطائرة دون طيار التي صعبت حياتنا في القرية وحياة من يعيشون شمال وزيرستان. أريد أن يعلم الناس أن الطائرة بدون طيار ليست أفضل وسيلة، فهي لا تقتل الأشرار، نحن لسنا أشرارا، إننا نريد أن نعيش ونتعلم، إنها تؤذينا أكثر من أولئك الذين تستهدفهم. انتقلت القصة بكل أبعادها الإنسانية من باكستان إلى الكونغرس الأمريكي، حيث عبر الأب رفيق الرحمن عن غضبه جراء تردد الولايات المتحدة الأمريكية في الإقرار بمقتل والدته وجرح أطفاله الاثنين. أريد أن يعلموا أن الطائرة دون طيار تقتل ليس أولئك الذين يؤذون الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، بل هي تستهدف أمي وأطفالي الأبرياء، وأنا أريد بقوة أن يدركوا الضرر الذي تسببه وأن يعيدوا النظر في استخدام العنف واستخدام وسائل أخرى كبناء علاقات والدخول في تفاوض، لأنني أريد سلاما في بلادي، لأن الوضع أصبح سيئا للغاية. وتسعى أسرة رفيق الرحمن للوصول إلى كل الجهات المؤثرة في الولايات المتحدة عل محنتهم تكون سببا لوقف عمليات الطائرات دون طيار في باكستان لإنهاء الرعب الذي يقولون إنه يحيط بحياتهم على الدوام. لقمان أحمد، BBC واشنطن.